خلونا نروح لخبر آخر. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار تضمن تحديد نسبة الحافز الأخضر، اللي هي الحافز الأخضر دي مقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقدمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي. حضراتكم فاكرين طبعا هذه المبادرة من قبل الدولة المصرية ان احنا نبدل او المواطنين يبدلوا العربيات القديمة الاكثر بقى لها اكثر من 20 سنة بأخرى جديدة تعمل بالغاز. نص القرار على ان يمنح مالكو سيارات الأجرة او تاكسي والمايكروباص اللي تعمل بالأجرة والسيارات الملاكي اللي فات عليها اكثر من او صنعها تحديدا 20 سنة حافز مالي بيسمى بالحافز الأخضر. خلونا نعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الحافز الأخضر وما الجديد بهذا القرار. معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة الإحلال وتجديد للسيارات المتقدمة بوزارة المالية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. خليني أسألك فندم عن الحافز الأخضر، هل هناك من جديد؟ لأنه كمان أنا قرأت أن هناك تم إلغاء القرار 3184 لسنة 2010، فما هو الحافز الأخضر يا أستاذ أحمد؟ الحقيقة الحافز الأخضر هو حافز مالي بتقدمه الحكومة لأصحاب السيارات الملاكي والأجرة والمايكروباس المنضمنين لمبادرة إحلال المركبات المتقدمة للعمل بالغاز الطبيعي. هذا الحافز هو عبارة عن قيمة مقدم السيارة الجديدة بتدفعها الدولة نيابة عن المتقدم للمبادرة بنسبة 10% بالنسبة للسيارة الملاكي بحد أقصى 22,000 جنيه، وبنسبة 20% للسيارة التاكسي بحد أقصى 45,000 جنيه، وبنسبة 25% من سعر سيارة المايكروباص بحد أقصى 65,000 جنيه. ايه الشروط يا فندم علشان يتم تطبيق الحافز الأخضر على أصحاب العربيات إذا كانت تاكسي أو مايكروباص أو ملاكي؟ أحب أقول بس في البداية أن المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي من المبادرة بيتم إحلال السيارات الملاكي وسيارات التاكسي، أما المايكروباص فهيتم إحلاله في مرحلة لاحقة بعد بضعة أشهر، وده أشار إليه قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أنه هو أشار إلى أن الإحلال بيتم على المراحل اللي بتقدمها المبادرة. بالنسبة للشروط هي أن يكون مر على السيارة 20 سنة فأكثر، وأن تكون رخصة صاحب السيارة سارية، رخصة السيارة يعني سارية، وبتكون تتبع المحافظات اللي فيها المبادرة في الوقت الحالي وهي 7 محافظات. طب خليني أسأل حضرتك، الشركة اللي اختارها لشراء سيارته الجديدة أيا كان الشخص إذا كان تاكسي أو مايكروباص أو ملاكي، هل في اشتراطات أيضا فيما يتعلق بالشركة ولا حضراتكم بتتعاونوا مع شركات اللي موجودة؟ في إطار المبادرة لغاية الوقت الحاضر في 4 شركات إنتاج سيارات محلية الصنع انضمت للمبادرة. محلية الصنع هنا أقصد بيها إن هي فيها 45% على الأقل مكونات مصرية في السيارة. الشركات انضمت ووقعت بروتوكول أو عقد اتفاق مع الحكومة. هذه الشركات بتقدم 7 ماركات سيارات ب21 فئة وطراز مختلفة، يقدر المتقدم ان هو يختار من بينها على الموقع الالكتروني نوع السيارة ولون حتى السيارة اللي هو عايزها. يعني من ضمن الشروط اعتقد كمان هي الشركات التابعة لحضراتكم، ال4 شركات اللي حضراتكم بتتعاملوا معاها. بالظبط كده. طب خليني افهم من حضرتك نقطة المايكروباص، حضرتك ذكرت ان المبادرة دلوقتي شغالة على التاكسي والملاكي، المايكروباص لسه شوية؟ المايكروباص هينضم للمبادرة إن شاء الله خلال عدة أشهر قليلة، يعني 3 أو 4 أشهر، علشان هيبقى في بننتظر إن الشركات تستعد بإنتاج العدد الكافي من سيارات المايكروباص للدخول في المبادرة وتجهيزها بالغاز الطبيعي، لأن السيارة بتخرج من المصنع مجهزة بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي. خليني اسال حضرتك، ذكرت ان دلوقتي المبادره شغاله في 7 محافظات، هل هنتوسع في هذا الامر؟ وايضا نسبه الاقبال، هل بدا الناس تقدم فعلا؟
أولا بالنسبة للمحافظات، هي 7 محافظات أحب برضو أقولها، هي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. وبدأنا في هذه المحافظات لأن هي المحافظات اللي هي استعدت بالبنية الأساسية للمبادرة، ونقصد بيها ساحات استقبال السيارات القديمة للتخريب ومحطات تموين السيارات الغاز الطبيعي. والمحافظات الأخرى اللي هتستعد وهتنضم للمبادرة تباعا إن شاء الله. كان في سؤال تاني كنت بسأل حضرتك عن نسبة الإقبال، الناس اللي فعلا أقدمت وابتدت إن هي تقدم علشان طبعا تنضم لمبادرة الإحلال. الحقيقة احنا عندنا إقبال كبير جدا، وأحب أقول لحضرتك بالأرقام إن على الموقع الإلكتروني للمبادرة أصبح عندنا دلوقتي ما يقرب من 61,000 طلب تقدموا لإحلال سياراتهم، النسبة الأغلب هي سيارات الملاكي. طبعا ده شيء مبشر جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادره الاحلال والتجديد للسيارات المتقدمه بوزاره الماليه.